في الفصل السادس والأخير من مقرر ميكانيكا 2 سوف نهتم بمقاومة الحركة التي تنتج عن قوى الاحتكاك التي تنقسم بدورها إلى نوعين، قوى الاحتكاك الاستاتيكية وقوى الاحتكاك الديناميكية. وكتطبيق لهذه المفاهيم سوف نرى تأثير قوى الاحتكاك أي قوى المقاومة على تسارع الأجسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في شرح مقرر ميكانيكا 2 ونمر إلى الوحدة السادسة بعنوان مقاومة الحركة. إن وجود أجسام بالقرب من الجسم المتحرك أو حركة الجسم فوق سطح يؤثر على حركته ويسبب ظهور قوى تعيق حركته، وهي قوى الاحتكاك. قوى الاحتكاك هذه تتناسب مع القوة العمودية التي يؤثر بها السطح على الجسم، ومن الضروري أن تؤثر على الجسم قوة أكبر من قوة الاحتكاك لكي يتحرك. طيب، قوى الاحتكاك غير المرتبطة بالسرعة. تظهر هذه القوة عند حركة جسم على سطح، وهي تعود إلى أن سطح الجسم والسطح الذي يتحرك عليه لهما تضاريس متداخلة ببعضهما البعض، مما يعيق حركة الجسم على هذا السطح. يكون اتجاه قوة الاحتكاك بطبيعة الحال دوما بعكس اتجاه حركة الجسم، وتعطى قوة الاحتكاك بالعلاقة التالية: Frottement force يعني قوة الاحتكاك تساوي ميو مضروبة في القوة N، التي مثل ما قلنا هي القوة العمودية الناتجة عن السطح أو المؤثرة من السطح على الجسم، حيث ميو هو معامل الاحتكاك. كلما كان الاحتكاك أكبر، يعني كلما كان التداخل بين تضاريس الجسم والسطح أكبر، كلما كان ميو معامل الاحتكاك أكبر. تختلف قوة الاحتكاك التي يجب التغلب عليها لتحريك الجسم من السكون عن قوة الاحتكاك التي يجب التغلب عليها إذا كان الجسم في حالة حركة، وبالتالي تظهر قوتان هي قوة الاحتكاك الاستاتيكية أو الساكنة تساوي أو هي FFR رمز S يعني static تساوي ميو S مضروبة في N، وقوة الاحتكاك الديناميكية أو الحركية وهي FFRD يعني dynamic تساوي ميو D مضروبة في N. وبصورة عامة فإن FFRD يعني مقدار القوة FFRD دائما يكون أقل أو يساوي من مقدار قوة القوة FFRS، وبالتالي سينتج أن ميو D أصغر من ميو S. من مميزات قوى الاحتكاك إمكانية التحكم في حركة الأجسام وتثبيتها على سطح الأرض، ولكن أيضا من عيوبها حدوث فقد في الطاقة. كلما زاد الاحتكاك كلما زاد الفقد في الطاقة، وهو يكون هذا الفقد يكون غالبا في صورة حرارة، ويمكن التغلب على هذا العيب بإضافة مواد زيتية تقلل من تأثير الاحتكاك الجاف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.